ازيكم عاملين ايه يا احلى عيله واحلى اخوات في البيت؟ اللهم وحشتونا. والله احنا مقصرين معاكم فعلا بجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام، صلوا على النبي يا جماعه. احنا بقى جايين لكم في الاكل العيش، العيش اللي هي ايه؟ السمك المزقلط ده يا جماعه، المزقلط ده. الشباب الاخضر. بص ده سمك سخنن كده بس احنا بنعشقه بنعشقه بنعشقه. والرز بالشعريه والسلطه. اهم حاجه السلطه شقيه. شويه سلطه يا جماعه جواه بيضربوا في النافوره. التحدي على الطلق طباق. تمام. موافق؟ ايوه. بسم الله. بسم الله. تحدي بعقاب. بص يعني النهارده بس هم يشجعونا باللايك، انا عارفه ان هم زعلانين عشان بنتاخر عليهم بس هم يسامحونا هيقدروا. بالله عليكم يا جماعه اللايكات الحلوه بتاعتكم. عشق يا جماعة والله عشق. بيجرب السمك ده مش غلوكوش انه صغير، ده ده حاجة اسطورية كده. وتسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. عين شوشو. اتفضلوا معانا يا جماعة. انا بتكسف وانا بقول لكم اتفضلوا بس لازم نعزم، اصلها عزومة مراكبية يعني. لا والله. قعد نفسه كل حبايبنا. دقتي بقى من المراحبي لأبوه. عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. الله تسلم ايدك يا بنت يا شوشه بألف هنا وعافيه. عليك يا شوشه. ايوه قولي لا. كل اللي بيشجع اللي في الكومنتات يكتب. محدش هيشجعها. ليه؟ عشان انت اللي محبطني في التصوير. يا سلام. ده انا بقول له نصور هنصور. الراجل ده احباطه. السمكة جميلة قوي يا ماما. قوي قوي. كنت جاي اخد من طبقك. كويس عشان تساعدين. الطمع وحش يا جدعان. السوق على مهلك سوق. بالراحة عليا. ده انا وحدانية. سبحان الله يا جماعه الرز مع السمك لسه والله هقولها ليه طعم تاني مختلف. اخدتها من على لساني يا راجل. اه ليه كده؟ عمرك اطول من عمري يا خساره. انسى معانا. انسى. ده الرز يتاكل حاف. اه والله فعلا. مين بيجيب في سيرتك؟ الف سلامة. بصوا انا ساعات بحب اعمل كده يا جدعان. السلطة بالرز. على مهلك يا علام. سوق على مهلك. محدش بيجري وراك ماشي؟
حاسه خففت الطعم. شويه رز معمولين من مزاج. يا ابني انا كل مزاج في مزاج. ما تاكلش بصل عشان ما يفتحش نفسك. ماشي؟ ماشي. احنا مش عايزين نفتحها. عايز اكسب. انت بتحب تاكل الرز بايدك؟ لا مش ليه مسك بايدي النهارده، انا حر، انا حره يعني. رايك اكل زي ما بحب ابو محمد؟ لا انت بتحبي يعني اعمل اللي بحبه. ويلي بعت الفيديو يقول لي ما تاكليش بايدك. النهارده تحدي بجد. اه والله. والله الرز كتير جدا. طب الواحد ما كانش جعان. هو التحدي؟ اه ده استغرب تصوري. ليه؟ احنا هناخد ايه؟ لكن مادام قعدنا على الترابيزه لازم التحدي يبقى جامد. هو جاي من الشغل مش عارف هناكل ايه اصلا النهارده. اه فبقول له هنصور، قال لي لا احنا اكلين ايه؟ قلت له شباب. احنا هنصور، قلت له ايه ده اكل؟ قلت له يلا. شوش عليا. عايز اقول لكم وانا جاي اقعد على الاكل كان دماغي مصدعه قوي. الصداع راح. اقول لك حاجه، يبقى كنت مصدع من الجوع. اعترف. ممكن برضه. لما قعدت معاكم والله الصداع راح. بكاش. اه والله. يعني بعد الفيديو مش هتقولي مصدع؟ لا لا ان شاء الله. ماشي. ممكن هقول لهم الفيديو الجاي. خلاص ماشي. الاكله دي بقى تاكلوا منها ما تشبعوش والله. تعالوا يا جماعه نرجع زي زمان، والله نفسنا نرجع زي زمان ان شاء الله باذن الله. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول الزمان. الراجل ما بيردش عليا، مش معايا اصلا. ارجع يا زمان بس ان شاء الله باذن الله، بس الدنيا تتحسن. الدنيا زي الفل ونرجع ايه؟ والله الدنيا زي الفل. اه الحمد لله. نعم. انت عاقله وراسيه، الدنيا زي الفل. انا عاقله. لكن الهسوس يطلع انسى الدنيا واللي علينا. مجنين. الله السماء.
حلوه الرفيعه دي. البصل ده الاخضر ده مغري قوي ومسكر جدا. بقول لك مغري قوي. وبعدين عليه لسه عايزه ايه؟ انا دايما بكتر اللي عليه رز ومكرونه على امل يخسر بعلمه. بقى انتوا قلتيها انا الصداع راح مني. صدق انا الصداع رجالي، انا الصداع جالي. البطن شبعت بس الإرادة الإرادة موجودة. ناخد بقى نعمل كوباية شاي كده نفوق. السمك ده تقعدوا تاكلوا فيه كده ما تشبعوش. بس انا ايه؟ كملة. او طبعا. ده سمك. طبعا اللي عارف السمك ده بورسعيد دمياط هما اللي عارفين الشبر الاخضر ده. حاجه كده سكر. انا ازاي ما وريتكوش قصه وانا باكل؟ ده انا ما عنديش دم خالص. مش هوريكوا الجمال. الرز. السكر. يا ماما عشان تكسبي. الرز يتاكل حاله. محدش بيقولها لي الا ابني حبيبي. ربنا هنا على الدرس. دروس ورا بعضها. دول يا جماعه امتحانات اسبوعين ورا بعض. ايه انت حالك محمد بقى حاله التطور شغاله؟ ايوه مفيش فايده. هضطر انسحب. انسحبت. شوف بقى تعاقبني بايه عشان انا كده جبت اخري. والله ما قادره فعلا. بس السمك حكايه تحفه. والله تحفه. بص اقول لك حاجه. بص حكاية بسيط خالص. تاكلي دي. والله والله ما بعرف اكله حاجه. وربنا عشان محدش يقول دي عقاب. ما تاكلش البصل ولا معاك؟ فعشان كده لازم اعتبر دي. كفايه كده. قلت بدل ما اشيله وكده والكلام ده يبقى يلا يا ماما كلها حاجه. كل حاجه قدامكم. هو محمد كان عايز اعاقبه عقاب كبير خلطه بس خلاص. بالله عليكم يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.